بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، صلى الله عليك وعلى بضعتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وأشد مما ناب كل مكونيه من قال قلب محمد محزون، فحراك تيم بالضلالة بعده للحشر لا يأتي عليه سكونه. عقد بيثرب بيعة قضيت بها للشرك منه بعد ذاك ديون أي ديون قضيت يا شيخنا يا شيخ صالح الكواز. قصيدة العظيمة هذه، قصيدة المنظورة اللي يتغنى بها جميع الشيعة يقرؤوها ويبكون على أهل البيت. يقول أكو ديون قضيت، يقول برقي منبري رقي في كربلا صدر وضرج بالدماء جبين، لولا سقوط جنين فاطمة لما أو
أودى لها في كربلاء جنين وبكسر ذاك الظل رضت أضلع في طيها سر الإله مصون بعد قال وكذا علي قوده بنجاده فله علي بالوثاق قرين وكما لفاطمة رنة من خلفه تنادي خل ابن عمي وكما لفاطمة رنة من خلفه لبناته خلف العليل رنين لكن ما حمل الرؤوس على القناة أدهى وإن سبقت به صفين وبعد إلى متى هالمصايب يوم بعد يوم تتشرد أولاد الزهراء ما أغمض النبي عينيه حتى تواثبوا على بيت علي وفاطمة ومن بعد علي وفاطمة تلاحقوا أولاد الزهراء متى الفرج يا فاطمة متى الفرج ويرفع الظلم عنكم يقول شاعرنا يقول في اليوم الذي توقف الزهراء بت الأطهار تشكي على اللي تجمعوا هجموا على الدار ولروعوكم يا شفية وشبوا النار واللي سطرها بعينها وكسر الضلع يقول هناك الفرج إذا نادى المنادي غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة ذاك الوقت يكون الفرج والناس كلها بالقيامة توقف صفوف واللي ظلمكم يرتعد قلبه من الخوف واللي تولاكم وصل لرض لطفوف بشفاعة الهادي وحيدر أبو الحسن وتتوسط الزهرة ساحة المحشر وتصيح ربي يا ربي يا ربي اخذ لي بحقي من اللي سطرني وسقط لي حملي ومن اللي روع أولادي وفرج كبدي وترفع بداها إلى العباس شفه وتصيح الشمس أبو جفاف القطيعة
حتى يفضخها متى بجنب الشريعة. وزينب تناجع ليه ضيعت الوديعة، وترفع رضيعك بسهم مفطوم يا حسين. وانت يا محبوب القلب تقف بلا راس وتنوح لجلك جميع الجان والنا يقف على الأكبار وجاسم عبا وانصار كل الذبحات والهاشمية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال سيدنا ومولانا ونبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابنتي فاطمة خلقت حورية إنسية. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الرواية الشريفة مورد تسالم عند الفريقين، ذكرها ابن حجر في لسان الميزان، وذكرها ابن الجوزي في تذكرة الخواص، وذكرها جملة من أبناء العامة. نصوا على صدور هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله، المحب الطبري في ذخائر العقبة كذلك، جملة من الرواة. وهذه الرواية تتكلم عن سر من أسرار فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، تتكلم عن أن خلقة الزهراء ليست خلقة بشرية محضة، وإنما هي طالب بشري، ولكن الروح ليست روح بشرية، وإنما مواد خلقة هذه الروح من عالم آخر، ولذلك عبر عنها بأنها حورية، حورية إنسية. قالب إنسي ولكن في حقيقته ليس من الإنس، خليط من حور ومن إنس. شلون نقدر نفهم الجهة الملكوتية في فاطمة سلام الله عليها؟ أولا ما يحتاج أذكر مصادر لأن هذا مورد تسالم، ذكر الكثير من أبناء العامة، وأما عندنا فمورد تسالم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه جبرائيل يقول له: يا رسول الله
إن الله يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، وإنه ليأمرك أن تعتزل خديجة 40 يوما. اعتزل النبي صلى الله عليه وآله خديجة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فكان ينام في بيت فاطمة بنت أسد ويتعبد في الغار إلى أن أتم 40 ليلة. لما أكمل النبي صلى الله عليه وآله 40 يوم لم يذهب إلى خديجة، نزل جبرائيل يطلب من رسول الله: يا رسول الله استعد لتحفة الله. قضية هي أبيها، قضية تحتاج تحضير. شنو هذا التحضير؟ شنو هذه التهيئة؟ ليش كل هذا العمل؟ قال له: وما هي تحفة الله؟ قال: أنا لحد هالساعة لهاللحظة ما أدري. راح جبرائيل، نزل ميكائيل وعنده طبق مغطى بمنديل من استبرق الجنة، يقول له: إن الله يأمرك أن تأكل من هذا الطعام. كشف النبي عن المنديل وإذا به عنقود من عنب وعذق من رطب. الرواية تقول: أكل النبي شبعا وشرب ريا، ثم صب عليه ميكائيل الماء فغسل يديه ومندله بمنديل من الجنة، ثم أخذ الطبق والمنديل والإبريق وصعد بهما إلى السماء. طعام من الجنة نزل يأكله النبي، والماء يشرب النبي من الجنة، ويغسل إيديه من الجنة، ويتمندل بمنديل من الجنة، يشيلهن ميكائيل ويروح. ينزل جبرائيل: يا رسول الله، الليلة العبادة محرمة عليك، تقوم الساعة إلى دار خديجة. خديجة سلام الله عليها تقول: هذه 40 يوم اشتقت لرسول الله صلى الله عليه وآله، كنت آوي إلى فراشي إذا جن الليل، أصلي وردي وأغطي رأسي وآكل لقمة وأغلق الباب وأرخي الستر وألف رأسي وأنام. تقول: في تمام ليلة 40 سمعت طرقة على حلقة بابي، فقلت: من هذا الذي يطرق حلقة لا يطرقها إلا محمد؟ اللهم صل. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله بعذوبة منطقه وحلاوة لسانه: أنا محمد يا خديجة، افتح الباب. ففتحت الباب، فكان من لقاء من ذلك اللقاء المبارك، تقول خديجة: ما ابتعد عني رسول الله حتى أحسست بثقل فاطمة. اللهم صل. إذن المادة الأصلية لخلقة الزهراء سلام الله عليها مو من مواد الدنيا، ولكن شاءت إرادة الله لمصلحة، لأن الله شاءت مقاديره أن يجعل الأئمة من رحم فاطمة، من ولد فاطمة، فلا بد أن يصب ذلك الكائن النوراني اللي أصل من عالم الملكوت، يصب في قالب الإنس، لأجل أن يجري الله منها الأئمة الذين بهم تحيا الأرض، ولولاهم لساخت الأرض بأهلها. إذن أول جهة نستطيع أن نفهمها من إطلاق النبي على ابنته لفظ حورية، هو أن مادة خلقتها من مادة خلق الحور من الجنة. هذا أول. ثانيا، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وين تم تزويجها؟ هذه الملاحظة الثانية. هل الزهراء زوجت في الأرض
أول عقد شرعي، أول عقد تزويج بينها وبين علي إنما تم في السماء في الجنان. زوج علي من فاطمة كما أن الحور العين تزوج من المؤمنين في الجنة، الله يزوج المؤمنين من الحور العين في الجنة. تم تزويج الزهراء من علي في الجنة، ولهذا لما نزل جبرائيل يقول له إن الله يأمرك أن تزوج النور من النور، قال له من ممن؟ قال له عليا من فاطمة، فإن الله قد زوجهما في السماء. وأمر الله شجرة طوبى أن تحمل ما شاء الله من الجواهر والأثمان والدرر، وتنثرهما فرحا بمولد بزواج فاطمة من علي. هذه واحدة من جهات الشبه. ثلاثة، تسمية الزهراء ممن جاء؟ الحور العين تسمى للمؤمن. المؤمن شو يعرفه لما يدخل إلى الجنة؟ هذه الحورية شنو اسمها؟ وهذه الحورية شنو اسمها؟ وهذه الحورية شنو اسمها؟ الله يسميهن للمؤمن. الزهراء عليها السلام سماها الله في السماء: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تسميها فاطمة، فإنه قد أثبت اسمها في اللوح المحفوظ. بعد شوف أوجه اللي جهات تدل على أن الزهراء سلام الله عليها من ناحية هي حورية سلام الله عليها. الله سبحانه وتعالى شنو يوصف الحور في القرآن الكريم؟ تعال في موضعين في القرآن الكريم شنو يوصف الحور. بسم الله الرحمن الرحيم: حور مقصورات في الخيام. هذه آية. وآية ثانية يقول: قاصرات الطرف. هاتان الآيتان اللي الله يتكلم بهن عن الحور كناية عن أن الحور العين بلغنا القمة في العفاف والحجاب والستر والخدر إلى درجة عظيمة، بحيث مقصورات في الخيام في دورهن ما يطلعن، قاصرات الطرف العين ما تنمد على أكثر من زوجها الذي كتبه الله. هذا جهة العفاف. زين، الزهراء حورية. إذا ردنا نجي إلى عفاف فاطمة شلون نوصفه؟ شلون نتكلم عن عفاف الزهراء؟ يمكن أن يدرك عفاف فاطمة؟ ممكن أن يدرك؟ الزهراء عليها السلام التي إذا خرجت من دارها لا يعرف أنها فاطمة إلا من علامة. يقول الراوي: أقبلت ما تخرم مشيتها مشية رسول الله. مشيتها لا تخرم مشية رسول الله، يعني لولا الشبه اللي بين مشية فاطمة ومشية أبيها رسول الله كان ما عرفوا أن هذه فاطمة. كانت إذا خرجت ألقت على جسدها ملاءة عباءة فوق عباءة تستر بها وتجر أذياء، وهي اللي يسألها النبي صلى الله عليه وآله: بني فاطمة، ما أقرب ما تكون المرأة إلى ربها؟ تجاوب الزهراء: أقرب ما تكون المرأة إلى ربها وهي في بيتها. هذا أقرب حالة تكون المرأة إلى ربها. يعني شنو؟ يجي الآن الكلام. يعني شنو معناته؟ المرأة لازم تقعد بالبيت وتغلق الباب وما تطلع وتنعزل عن العالم، هذا المراد؟ زين، لما يجي النبي: خير للمرأة أن لا، على لسان الزهراء لما يسألها ما خير شيء للمرأة، تقول له: خير شيء للمرأة أن لا ترى أحدا رجلا ولا يراها رجل. فشلون تترك كل شيء تجلس في الدار فقط؟ هل هذا أمر الشارع؟ يجب على كل امرأة أن تقعد في الدار وتغلق الباب وما تطلع؟ لا، مو هذا المراد. تفتوا أيها الأحبة، المراد أنه في كل أمر وفي كل حاجة
وفي كل غرض يمكن أن يتحقق وينجز بالرجل، ويدور الأمر بين أن ينجزه الرجل وهو قادر عليه وبين أن تنجزه المرأة، لا بد أن الرجل هو الذي يبادر لإنجازه في كل مورد خيار أمكن أن يقوم الرجل بهذا العمل على وجهه الكامل، سقط عن المرأة، الأفضل إلها أن لا تقوم. يقول لك أقرب ما تكون. ولهذا عندنا في المساجد صلاة الرجل في المسجد لها الثواب العظيم، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والنسوان شلون؟ أم يستحب لها أن تطلع بالفرائض وتروح تصلي بالمسجد؟ وشايفين بعض المساجد إخواني حط لك ستارة لجانب النساء، ولكن أهل البيت علمونا مسجد المرأة بيتها، صلاة المرأة في خدرها في مخدعها أفضل مكان إلها من ناحية الثواب، صلاتها مو في بيتها في مخدعها يعني في غرفة النوم، هذا أفضل مكان. هذا الثواب اللي تحصل عليه هنا مثل الثواب اللي يحصل عليه الرجل في صلاته في المسجد. هذه الثقافة مو لازم تحيا، هذه ثقافة أهل البيت. أهل البيت ما يدعون إلى تحجيم المرأة وعزلها وحبسها، لا، هذا مفهوم غلط، هذا مغلوط. لكن أهل البيت عليهم السلام يدعون إلى الحشمة، ويدعون إلى الوقار والستر والعفاف. لازم يكون من دأب المرأة أن لا ترى، لكن لحاجة، لغرض، لطبابة، لتعليم، خل تطلع، لكن لا يكون من دأبها الخروج في أصل مكانها المنزل. شايف شلون المعادلة وين؟ لكن هذه الثقافة الآن ميتة. يقول لك ما يصير. شنو يعني مسجد المرأة بيت؟ أكو ناس ما تتقبل هالكلام، في حين هي قضية إلهية كلها تصب في مصلحة المجتمع المؤمن، لصلاح الرجال ولصلاح النساء. وثق واعتقد يا عزيزي، كلما صلحت المرأة عفة وسدادا ورشادا صلح أولادها، وبذلك يصلح مجتمعها. سر صلاح المجتمعات وفساد المجتمعات يعود بالدرجة الأولى والأخيرة إلى المرأة، ومن وراء المرأة من رباها ومن علمها في بيتها الأب والأم. ولهذا شوف كان يصعب على زينب سلام الله عليه، إذا تقول لي فاطمة تقول شيخنا فاطمة معصومة بالعصمة الكبرى، حجة الله على الخلق، أم الحجج الطاهرين. زينب عليه السلام شنو كان خدرها؟ ما هي أعظم مصيبة اللي يبكي عليها صاحب الزمان؟ أبكي لخدر عمتي زينب، لحجاب عمتي زينب، لسبي عمتي زينب، وجهها كشف أمام الأعداء. إيش صار بزينب عليه السلام؟ ولهذا المجتمع اللي يريد يكون مجتمع فاطمي زينبي يحمل رسالة زينب ورسالة فاطمة لازم يتخلق بأخلاق زينب وفاطمة، لا مفر، لا مفر. بناتنا أخواتنا في طريقة حجابهن، في طريقة كلامهن، ماذا يخترن من ألوان لللباس؟ يحطن مكياج لو ما يحطن مكياج، يحطن عطر لو ما يحطن عطر. هاي المسائل لازم تلاحظ، هذه مو ما بيها تهاون. مجتمعاتنا اليوم متهاونة في هذا الجانب، صدقوني تهاون كبير. في حين أن المراجع، شوفوا راجعوا استفتاءاتهم على اختلاف الفقهاء، ينصون بالنص الصحيح الصريح، كلامهم واضح ما يحتمل التباس، لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال، لا يجوز للمرأة أن تضع العطر أمام الرجال، يجب عليها أن تستر من بدنها، ذلك الستر كذا يكون واسع، يكون ساتر، يكون عفيف وهكذا. طيب أعود، إذن حجاب فاطمة شلون كان؟
فاطمة مو فقط حجبت عن الأنظار، لا عزيزي، فاطمة حجبت عن العقول. لما يسأل الإمام لما سميت فاطمة بفاطمة، قال لأن الخلق فطموا عن معرفتها. فاطمة مو بس امتنعت عن أبصار الناس، فاطمة امتنعت عن العقول. منو يعرف كنه فاطمة؟ ومنو يعرف مكانة فاطمة ومنزلة فاطمة؟ ولهذا كان النبي كثيرا ما يشير إلى مكانة فاطمة. تقول عائشة: كانت إذا دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو مرة ومرتين وثلاثة، دأب رسول الله، يعني كلما تأتي فاطمة لكي تدخل على رسول الله يقوم النبي من مكانه، بعد يمشي إليها إلى الباب، يأخذ يدها يقبلها، ثم يأتي بها يجلسها إلى جانبه أمام النساء. عائشة تقول هالشكل نشوف النبي يسوي للزوج. إذا النبي سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق والأجمعين، الحبيب المصطفى محمد، هالشكل يتعامل ويا فاطمة، يعني شنو؟ يعني ديروا بالكم على الزهرة، ترى هذه فاطمة وديعتي عندكم، الله الله بفاطمة. ستة أشهر، شيعة وسنة يذكرون ستة أشهر النبي صلى الله عليه وآله قبل صلاة الفجر يوقف على باب فاطمة، يطرق الباب: الصلاة الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني يا ناس تردون تروحون للمسجد، تردون تصلون، ترى صلواتكم لا تقبل إلا إذا كانت عن طريق هذا البيت، نجاحكم وتوفيقكم عن طريق هذا البيت، تقدمكم وعلو شأنكم عن طريق هذا البيت، قبول أعمالكم عن طريق هذا البيت، وإلا فلا، تروح الأعمال هباء منثورا. الزهرة يوم من الأيام خجلت من رسول الله، كل ما يجي النبي يطرق الباب، كل ما يوقف النبي على باب الزهرة يطرق الباب، خجلت فاطمة. هذا أبوها، هذا النبي صلى الله عليه وآله. قالت له: أبا، البيت بيتك والحليلة حليلتك ابنتك، ليش تطرق الباب يا رسول الله؟ قالها فاطمة: أمرني ربي أن أستأذن، الله قال لي يا رسول الله يا محمد استأذن على الزهرة. والناس تشوف شلون النبي يستأذن على فاطمة، مو حق ذاك الشاعر يستعجب يقول: وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤوم، قال سليم قلت يا سلمان. هذه أبياتكم: هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ صحيح، دخلوا على فاطمة، الزهرة دخلوا عليها وما آذن إلهم. قال: إيه وعزة الجبار ليس على الزهرة من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. يقول اللعين: لما أحسست أن فاطمة خلف الباب، إيش سوى؟ يقول: وضعت ظهري على الباب، اتكأت على حافة الباب، أصرت فاطمة بين الباب والجدار. شلون عصرها؟ إيش سوت فاطمة؟ إيش سمع من الزهرة؟ يقول: فوالله لقد أنت أنه أحسست أن السماء ستنطبق على الأرض.
الزهرة عليها السلام خلف الباب مو هالشكل، لكن هذا الباب بمسمار نابع، هذا المسمار يا ريت يدري وقع في صدر من، نبت في صدر فاطمة. فصاحت الزهراء في الظل إليك خذيني وإلى صدرك أسنديني. صاحت يا فضة يا فضة الصدر ينعار، أم حسين سقاط يا معتبة البار، اجت فضة ولقت افاق التراب، يسيل من الصدر وضلوعها الدم. الزهراء عليها السلام اغشي عليها افاقت، قالت لها فضة فضة وين علي وين ابو الحسن؟ قالت لها سيدتي ان عليا اخذ ملببا بنجائد سيفه، العمامة في عنقه، شايلين الى المسجد حتى يبايع. قامت الزهرة على آلامها على أوجاعها، يد على رأسها ويد على ضلعها، تنادي خل ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء رأسي. صاحت تعرفوني أنا مهجة المختار، عملت ثمود اليوم انزلها بهالديار، خسفوا زلازل لا تخلوا لي الكرار، كسرت وضلوعي وروعت السبطة. يقول سلمان والله لما همت فاطمة أن تكشف عن رأسها تكشف عن حجابها، يقول رأيت حيطان المسجد قد ارتفعت حتى أن المار يستطيع أن ينحني وينصرف من تحت الجدار. صاح علي سلمان سلمان الحق فاطمة، قل لها إن أباك قد بعث رحمة للعالمين فلا تكوني نقمة، أنا مهنا غرضي من المصيبة. المهم رجعت ويدها في يد علي عليه السلام، الزهراء نايمة محولة وجهها إلى الجدار، علي أطل عليها وإذا به يرى على عينها عصابة. بالله اسمع اسمع وأسألك الدعاء، مرحومها العبرة، شاف على عيونها عصابة، قالها يا أم الحسن شنو هالعصابة اللي حطتها، شنو هالعصابة أدارت بوجهها عن علي، ما تريد تحرق قلبه وتزيد أوجاعة. مد أمير المؤمنين يده إلى العصابة التي على عين فاطمة، أزال العصابة وإذا بخمسة أصابع مطبوعة على عين فاطمة. فاطمة هي تقل ومن لطمة الفاجر ترى راحة عيوني، ضلعي انكسر والصدر بينبة المسمار. ولهذا كان علي عليه السلام عند قلبه محروق من هالمناظر، هذه منظر العين، منظر كسر الضلع، منظر إسقاط الجنين. لما جاء بالزهراء، أرد أوديك هنا وأسألك الدعاء، جاء بالزهراء ودفنها، جلس يخاطب رسول الله، شي يقول له؟ يقول له يا رسول الله قل عن صفيتك صبري وضعف عن سيدة النساء تجلدي، أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسغت، وستنبئك ابنتك على تظافر أمتك علي وعلى غصب حقها، فأحف السؤال واستخبر الحال. ترى هواية حكي عند الزهرة ما قايلت،
فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. شيع موالين كان علي يتفقد الزهراء قبر فاطمة. ليلة من الليالي أخذته غفوة، جاءته فاطمة قالت لأبا الحسن جزاك الله خير الجزاء، ما نسيت قبري، لكن أريدك يا علي اليوم تقوم الآن بالساعة الساعة تقوم تروح إلى البيت ترجع إلى الدار. ليش يا فاطمة؟ أنت قلتي لي تعاهد قبري بقراءة القرآن. قالت لي يا علي ترى زينب، زينب فزت من النوم، ما عدها علي ولا عدها فاطمة. خلي نروح لزينب شوية وأسألك الدعاء. قام أمير المؤمنين أسرع إلى دار إلى الدار وشاف زينب وين جالسة خلف الباب ورأسها على ركبتيها. الشاعر يقول والله عجيبة يا فاطمة، والله ما ترضى الزكية تشوف زينب فزت من النوم. يمها الحسن يمها الحسن يمها حسين، يمها الطاهرة مجلثو، شاش يصير بالزهرة لو شافت ذاك اليوم. يا يوم يوم اللي اجت زينب في الظلام، ليلة الحادي عشر من المحرم، تتعثر بأشلاء القتلى تنادي يم حسن يم تعالي تعالي، وشوف كربلا اش سوت بحالي. هالليالة هالليالة من دون الليالي، كل اخوتي ممدد قبالي، جنايز عن يمين وعن شمالي. كانت عند جسد الحسين، ها بعدها ما شاب عودع منه. بينما هي كذلك وإذا ترى امرأة مبرقعة بالسواد جالسة. عجيبة، من هذه المرأة؟ من أنت يا أمة الله؟ صاحت أنا يمك يا زينب، مبعيدة مبعيدة، أنا شفت حسين من حزة وريدة. أنا يمك يا زينب مبعيدة، أنا شفت حسين من حزة وريدة. شو تسوين أمه؟ أنا ناب أدور خنصريدة، وناب أدور شف عضيدة. الله الله الله. رجعت زينب إلى الخيمة المظلمة، تلتفت يمين شمال، لا حسين لا عباس لا علي الأكبر، لا حامي ولا والي. ها صارت المن تخاطب الحسين سلام الله عليه. هالأبيات وأسألك الدعاء، عزيز عزيز على قلبي، طلب مني خصوص هالقصيدة، وسامحني خمس دقائق وانتو حافظيها وقصيدتكم، أريد منك تساعدني. تخاطب الإمام سلام الله عليه، شو تقول له؟ قل له خيام يا حسين محروقة، وانا هواد علي اللي وراسك راح للكوفة، وصدرك راح ضغط الخيل. خيم يا حسين صور ليلة الوحشة، وانا هواد علي وراسك را وصدرك را ضغط الخيل. انا ما اقبل منك هذا الرد، اريدك تساعدني، اريدك تعطيني هذا الصوت الجميل منك، اهالي المرخ الطيبين، اريدك تون وتتصور زينب في ليلة الوحشة شلون تخاطب الحسين. ها خيم يا حسين محروقة، وانا هواد
علي الليل وراسك راح للكوفة صدرك راض ضد تقل أخويا رضيت بليلة العاشور ومصايبها يا ولا دامت وكم مريت علي ليال من العين ما نامت وين النوم والقعدة وهاي ايتامكم هامت بعض فرج من الدهشة وبعض ظلت تحن بالويل خيم يا حسين مأجور فدول هالصوت هذا راسك راح صدرك را قل لأخويا بنص الليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدناها محتارة وحدي أبو علي وين أروح بنص الليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدناها أثاري أثاري فرت بدهشة تحوم ما أحد وياها طلعت وحدي أدورها وأدور وين ممشاها وين شفتها شفتها وياك ممتدة وعلى خدها دمعها يسيل خيم 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 يا حسين وراسك را جبتها وياي للخيمة ولن اختاك تناديني يا زينب قوم دور وياي راح وين طفلاني ساعد الله قلبك يا سيدتي يا زينب يا زينب قوم دور وياي راح وين طفلاني يلا طلعنا ندور الوادي ولا تبصريت درب عيني ولن وجوههم لاحت إلي تقول نجم سهل خيم يحسن وراسك را صدرك را ضضت إلا شحجي لك يا نور العين دهر الشوم وأزاني وهضم الماء جرى ولا صار بالمخلوق رواني ايش عندك يا زينب شفتهم يا ولي ميتين واحد حاضن الثاني اي شفتهم يا ولي ميتين واحد حاضن الثاني كبير على الأخو حاني
يحر سامن وحوش الخيم يا حسين محروقة وراسك ظبت الخيل انا تمنيت تمنيت يدوم الليل بعد هالمصايب وهم تمنيت يدوم تمنيت يدوم الليل ولا هالحالة القشرة يوم 11 يوم الشوم ريته ما طلع صبحا كشف ليال ضوى ولا حيات جنايزكم على الغبرة لأن النوق جت هزال وحدينا يصيح نشيل خيم يا حسين وأنا هواد علي الليل وراسك را للكوفة وصدرك را ضضت نادي إلا ضيعني الوالي وخلاني غريبة لا أهل عندي ولا بلد يمي قريبة عني ايش دعوة يا علي يا مطول الغيبة ما تنجف زينب وحيدة بلا رجاجي قم يا علي قم يا علي فما هذا القعود وما يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهنا وسيدنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسرك المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه شافي وعافي به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم به أمواتنا وشهداءنا فك به قيد أسرانا آمنا في أوطاننا جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا القائمون على خدمة هذا المأتم الشريف اللهم تقبل عملهم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى من أهدي إليهم ثواب هذا المجلس الحاج علي مدن وزوجته وملا حسن سليم إلى أرواحهم وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقا معطرا بالصلوات.